كمسؤول تقني في الراك هذه يعني كانت تعدي واحد تقريبا هذه واحد السنة باش كانوا طلبوا مني طلب مني السي عبد الحق السي عبد الرزاق رزق الله باش التحق بفريق تاع الراسينغ كمدير تقني. وكنت كنتردد لانه تتعرف لانه هذه تقريبا واحد ست سنوات انا ابتعدت عن الرياضه ابتعدت عن الميدان اظن بانه كانت يعني فتره باش نرتاح شويه ناخذ واحد فتره تاع الراحه. وكنت خممت بانه فريق الراسينغ له تاريخ كبير يعني ما ننساوش بانه فريق الراسينغ راه فاز بالقاب فاز بكاس العرش فاز بالبطوله فاز بالازدواجيه عطى لاعبين كبار في الراك عطى سامبا عطى من عبد الحق رزق الله عطى الشرقاوي عطى حسان عطى واحد المجموعه اجاكا بوعلي يعني لاعبين كبار اللي دازوا في فريق الراك اللي عطوا شيء الكثير منهم كالا منهم يعني واحد المجموعه. وكاين لاعبين اخرين اللي جاوا صغار اللي عطوا الشيء الكثير لفريق الراسينغ. اظن بانه كنتمنى باش فريق الراسينغ يصعد القسم الوطني الاول لانه فرق بحال الراك بحال مولودية وجدة بحال المغرب الفاسي بحال الفات بحال الجيش بحال هذه الفرق اللي كانت عندها اسماء كبيره واسماء اللي عندها تاريخ. اظن بانه انا المجيء ديالي للراسينغ مجيء باش جيت باش نحاول نكون واحد الجيل لانه تتعرف بانه الفئات الصغرى فعندهم دراري طموحين يمكن لهم غدا بغدا يلعبوا في فريق الكبار لانه من الفئات الصغرى الى كان الاهتمام وكان العمل الجيد يعني وكانت واحد الرغبه لانه هذا الشبان هذا الشباب دابا لانه الى لقى واحد الارضيه فين يعملوا ولقى يكون عندهم واحد الرغبه وعندهم طموح لماذا هاد اللاعبين راه جاو تما بحال اللاعبين اللي كانوا بحال الشرقاوي بحال اجاكا بحال بوعلي هاد اللاعبين كانوا تما في الفئات الصغرى ووصلوا للفريق الكبار ولما لا حنا هاد اللاعبين هادو كنتمنوا فهاد الشباب نتمنوا منهم الخير ونتمنوا باش نبقاو متبعينهم نعطيهم هاد التجربه ديالنا مع المدربين وخدموا معهم في الطريق اللي هي معقولة باش نتمنوا باش يكونوا في فريق الأول مع فريق الكبار إن شاء الله لأنه كان عندي تحدي مع فريق الوداد في العهد تاع السي عبد الرزاق مكوار الله يرحمه لأنه كانت عندنا واحد جميع كانت عندنا واحد مجموعة لاعبين صغار منهم عزمي كحارس المرمى منهم فاضيل نيبات أبرامي صابر داودي مجيد بويبود بن عبيشة فخر الدين واحد المجموعة لاعبين هادو كانوا لاعبين صغار ولعبوا في فريق الكبار ولما لا فريق الراسينغ لأنه كين فئات صغرى اللي لاعبين في المستوى اللي يمكن لهم غدا بغدا يلعبوا في فريق الكبار. أظن بأنه ميمكنش لينا نكونوا متشائمين تنتمناو باش هاد اللاعبين الفئات الصغرى غدا نشوفوهم فريق الكبار وكنحاولوا معهم لانه عندهم مستقبل لانه المستقبل كاين في الامام قدامهم تنتمنى باش هاد اللاعبين غدا يكونوا في الفريق الكبار وهذا الشيء ان شاء الله تنشوفوا فيه لانه الامنيه ديالنا هو ان نشوفوا وليداتنا نشوفوهم غدا بغدا مع فريق الكبار ومع المنتخب ولما لا يلعبوا في الاحتراف لانه هاد الفروق هاد اللاعبين دابا كلهم باغين كيتمناو الامنيه ديالهم هما يلعبوا في الفرق الكبرى. اظن بانه هذا ماشي مستحيل هذا الشيء اي لاعب اي شاب كيتمنى يشوف راسو غدا يحقق الامنيه ديالو وحنا دائما وراء هاد اللاعبين الشبان وتنتمنى التوفيق للجميع. شكرا. كنشكر الجريده تاع الاحداث المغربيه على هاد الاستضافه ديالهم ليا وتنتمنى من كل قلبي باش الكره المغربيه تزيد الامام وتفوق ونحاولوا نشوفوا بانه الكره المغربيه تكون بخير وعلى خير في الاعوام المقبله ان شاء الله.